هريسة بالقشطة للكيتو دايت لمرضى السكر، جوز الهند 250 جرام نطحنهم جيد، زبدة زائبة 100 جرام وأربعة بيض وبيكنج صودا معلقة صغيرة، وبديل السكر كمية اختياري، ممكن نوضع فانيلا أو بشر البرتقال، ننزعهم على 2 وعاء ونوضعهم في الفرن على 180 درجة مئوية، هيك أصبحوا جاهزين. نعمل الكريمة أو القشطة، نوضع الأجار أجار أو جيلاتين حلال يكون، نقلب مع مية دافية ونوضع قليل من الفانيلا، ممكن نستخدم كريمة جوز الهند نباتية أو نستخدم كريمة تبعت الحلويات، أنا استخدمت الاثنين على بعض. بعد ما نسكبها بنوضعها بالثلاجة، بعدين بنجيب الطبقة الثانية بنحط عليها الطبقة الثانية، نعمل الشيرة اللي هو الزبدة على حرارة منخفضة تقريبا فترة نص ساعة على حرارة منخفضة، نوضع عليها طبعا بديل السكر ونسكبها، كتير طعمها لذيذ. في أمان الله. مع السلامة.